انا ما غلطتش وما تحاسب، واخد براءه وبتقدم تاني للمحاكم، واخد براءه تقدم تاني للمحاكم. وبعد الجلسه ما بتخلص يطلعوا افكار مرتضى محتجز، مرتضى مش عارف ايه، مرتضى بيتحايل على مين، يصطلح مع مين، اي كلام يعني. لكن انا بعد القضيه كل القضيه خلصت خلاص، اتحجزت الحكم وخدنا براءه اللي خدنا فيها براءه وغرامه غرامه، والقاضي قضيتين خد الملف ومشي. بقول للاخ محمود الخطيب كفايه كفايه، انا بقول لك البلد مش ناقصه، والعمال يسخنك ده تعرف شركس، ده اللي عمل بلاك بالسيد الرئيس انه خطف محمد مرسي. كفايه البلد مش ناقصه، كفايه النار اللي مولع اللي مولعها عمرو اديب اللي بيطلع يقول لك ايه؟ خراب؟ مش عايزها تاكله؟ الناس هتموت؟ الجراد انتشر؟ هو لابس ساعة ب 2-3 مليون. واتفرجوا على المزات الست الهانم المحترمة زوجته. تطلع بس في الحلقة المزات بحوالي 15-20 مليون. وعنده في أمريكا وعنده في لندن وعنده في دبي وعنده وعنده وعنده. مالكش دعوة بالشعب الغلبان. وبعدين انت بتسال الوزير امبارح ليه عن الموضوع ده؟ ليه؟ مش الموضوع في النيابه؟ خلاص. اللي النيابه هتقوله هنقول تعظيم سلام. تعظيم سلام. وعلى فكره انا ما اتكلمتش في القضيه. خالص. النيابه تحبسه والنيابه تطلعه والنيابه ما لناش دعوه خلاص. البلاغ ده راح لمعالي النائب العام المحترم. فبرجع اقول لاخويا محمود الخطيب كفايه. واحنا كده انا وانت هنولع البلد، لان البلد زمالك واجي واهلي زمالك. وبنحاول بقدر المستطاع. من ناحيتي نهائي. ماتش الوداد قلت انا هشجع الاهلي ضد الوداد. بعض الزمالكاويه يعملوا. انا راجل سياسي. ما ينفعش اقول كلام يهيج الدنيا. أنا واحد من الجمهور لما بكون ماتش الزمالك بنزل الملعب. بكون منهم. وما بحبش أقعد فوق بالكرافات وأعمل كده وأعمل كده، ما بحبش الكلام خالص. حتى لما أروح المحكمة لابس بدلة وكرافات، أول ما أي أقرب مكان أروح أنا ولابس أي تشيرت. لما جم الإخوة بتوع الرجاء تلفزيون، معرفش مذيع اسمه إيه المحترم ده، للتلفزيون المغربي، قلت هشجع الأهلي.